أهل العزاء فالقول قول الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناة الجزيرة وتحية للعالم الإسلامي والعربي إخواننا في مصر جميعا. أولا نحن بخير، تم إلقاء القبض علينا 34 من الإخوان من 10 محافظات فجر يوم الجمعة، وتم تجميع 34 في سجن حجز في مديرية أمن 6 أكتوبر. كان هذا يوم الجمعة كاملا، ومساء صباح يوم السبت تحرك رجال الأمن من ضباط المباحث وغيرهم وأبلغونا أننا سيتم ترحيلنا إلى النيابة في التجمع الخامس، وجاءت سيارتين وحملتنا 34 من الإخوان، منهم الدكتور عصام العريان، ومنهم الدكتور محيي حامد، ومنهم الدكتور مصطفى الغنيمي، ومنهم سعد الحسيني، ومنهم الدكتور محمد سعد الكتتني. 34 من الإخوان من 10 محافظات، منهم 7 من مكتب الإرشاد. جاءت السيارات الخاصة بالشرطة وحملونا متجهين إلى التجمع الخامس للنيابة، لأنهم لم يكونوا يعرفوا ما هو وضعنا القانوني إن كنا معتقلين أو على ذمة قضية في النيابة. قالوا سنذهب إلى النيابة، وإذا بهم يتجهون بنا إلى شمال البلاد، إلى قريب ما بين القاهرة والإسكندرية في مدينة السادات، سجن وادي النطرون. وصلنا إليه في المساء ودخلنا إلى عنبر 3، وأغلقت علينا الأبواب كما تعلمون أبواب السجن، وكان معنا بعض الطعام، ولم يخبرونا بوضعنا القانوني وتركونا. وقبل الفجر سمعنا أصوات طلقات رصاص خارج المبنى، وجاءتنا قنابل الدخان المسيل للدموع، وبدأ أن هناك هرجا شديدا في السجن لا نعرف مداه. والحارس الذي كان بداخل السجن نادى على أصحابه فتحوا له وهرب قبل أن نستيقظ ساعة الفجر، وبقي السجن مغلقا علينا، نسمع الهرج والمرج وطلقات الرصاص ودخان القنابل المسيلة للدموع تزكم الأنوف، وبدأ أن هناك حريق في السجن، دخان الحريق يتصاعد. ففوجئنا بأن هذا الهرج تحول إلى مجموعة من الناس لا نعرف هويتهم إن كانوا مساجين أو عموم ناس، وجاءوا بحجارة ووضعوا أنفسهم جميعا ليكسروا الباب. هو العنبر الوحيد، عنبر 3 الذي بقي فيه مساجين 34 من الإخوان، واستمر الناس أكثر من 3 ساعات وتمكنوا من كسر الباب من الخارج، وخرجنا جميعا مع الناس. فنحن الآن خارج السجن دون إرادة لنا، نبحث عن جهة نيابة لكي نبلغ النيابة ما حدث معنا لكي نسجل هذا الحدث. نحن جميعا بخير، وليس هناك قتلى في السجن، وليس هناك جرحى، وليس هناك ثورة. نحن وحدنا، الأهالي أو المساجين الذين خرجوا كسروا علينا الباب، فخرجنا الآن نحن برمتنا 34 بخير والحمد لله، لا جروح ولا عدوان ولا قتلى. عصام العريان بخير ولكنه ليس معي الآن، أنا أرد على هذا التليفون لأن أحد المواطنين أعطاني هذا التليفون ولا أعرفه، ويبدو أنه قام بتبليغ الجزيرة فاتصلت بي. نحن بخير، طمئنوا الجميع والحمد لله. نحن ما يهمنا الآن مصلحة مصر، نريد لمصر أن تستقر. ندعو كل وأن رجال الشرطة انسحبوا من الساحة، وأن رجال الجيش الخيرين يحاولوا وضع أيديهم على النظام. نرجو لمصر الهدوء، هذه رسالة واضحة، أرجو أن تتواصلوا معنا، سيبقى معنا هذا التليفون. نحن بخير، نحن بخير، الأهم منا الآن هي مصر. نعم سيد مرسي، ابقى معي سيد مرسي فقط هذا الاتصال. نعم سيد مرسي، هل نعم. تسمعني؟ هل تسمعني؟ أسمعه. نعم، فقط بالنسبة لفراركم من السجن. نحن لم نفر، نحن لم نفر، نحن لم نفر، نحن كسر علينا الأهالي الأبواب دون إرادة منا، ونحن موجودين الآن مطلق الصراح، ولكننا نقول من نحن ونعرف من نحن، وجاهزين إذا كانت هناك سلطة أن نتحدث معها عن وضعنا وما هو وضعنا القانوني. احنا قلنا لكبار الضباط ومنهم عمر، اسمه عمر ايه؟ عمر الفرماوي، هذا مساعد وزير الداخلية، قابلنا هو مدير ومدير أمن أكتوبر، وقلنا له ما هو وضعنا القانوني، فقال لا أعرف، قال لا أعرف. وأرسلنا رسالة لجهاز أمن الدولة لكي يرد علينا، فلم يرد علينا أحد، ونحن في أكتوبر. ولما حملنا
ورغم إرادتنا إلى وادي النطرون عرفنا أنه وادي النطرون بعد أن وصلنا. نحن لم نفر ولا يمكن أن نفر، نحن موجودون بفضل الله، ولا يمكن أن نفر لا من سجن ولا من مسؤولية ولا من وطن. الإخوان المسلمين نريد مصلحة الوطن. أنا أحدثك الآن وأحدث العالم، نحن لم نفر. إذا كان هناك في مصر مسؤول يريد أن يتصل بنا، نحن موجودون، أنا موجود، التليفون موجود، قولوا لنا على هذا المسؤول، لا نفر أبدا، نحن بخير ولا نفر. نعم، ماذا أنتم فاعلون الآن إذن؟ نعم، بعد أن فتح عليكم الأهالي كما تقول السجن وخرجتم وأنتم موجودون جميعا ولا تعرفون ماذا أو ما هو وضعكم القانوني، ماذا أنتم فاعلون في هذا الوقت؟ سنتشاور الآن، سنتشاور ثم نتفق على ما نفعله. إذا اتصلتم بنا بعد ساعة من الآن نقول لكم ماذا فعلنا. نعم، إذن أنتم موجودون جميعا تتشاورون فيما بينكم لمعرفة الخطوات التالية، وجميعكم بخير. 34 من أعضاء الجماعة، بينكم 7 من مكتب الإرشاد. نعم، أقول لكم أسماءهم، تحب تعرف الأسماء؟ نعم نعم، محمد مرسي، عصام العريان، محمد سعد الكتتني، محيي حامد، محمود أبو زيد، مصطفى الغنيمي، سعد الحسيني، دول 7 أعضاء مكتب الإرشاد. ومعنا الأستاذ سيد نزيلي مسؤول الجيزة في الإخوان، ومعنا الدكتور أحمد عبد الرحمن مسؤول الفيوم في الإخوان، ومعنا الأستاذ ماجد الزمر وهو من شمال القاهرة، ومعنا الدكتور حسن أبو شعيشع مسؤول الإخوان في كفر الشيخ، ومعنا الدكتور علي عز وهو من أسيوط من مسؤول الإخوان. ألو. نعم، طيب أين، فقط للتذكير أيضا، أين يقع السجن تحديدا وما اسمه ذاك الذي كنتم فيه وفتح الأهالي أبوابه عليكم؟ استمع إلي، السجن في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 97 قريب من مدينة السادات، وهو بابه، أسوار السجن تقع على الطريق الصحراوي، اسمه سجن وادي النطرون، وكنا في عنبر 3، سجن 2 عنبر 3، سجن وادي النطرون الكيلو 97 على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، فهو شمال غرب القاهرة بحوالي 100 كيلو. نعم، لم تعرفوا بالضبط من هم الأشخاص الذين فتحوا عليكم الأبواب؟ لا، هؤلاء لا نعرفهم البتة، هؤلاء مساجين يلبسون لبس السجن وآخرين يلبسون لبس ملكي، لا نعرف من هم. هل حصلت أكثر من 100 شخص؟ نعم. كانوا يبذلون كل جهد لكي يفتحوا باب السجن، استغرقوا أكثر من 4 ساعات. ذكرت أن إطلاق نار حصل وهرج ومرج، هل معنى ذلك أنه حصلت اشتباكات بين أطراف معينة داخل السجن بين من يريدون أن يحرروا وعناصر الشرطة، وعما أسفرت، هل لديك معلومات عما أسفر إطلاق النار وأيضا الهرج والمرج؟ نحن نتصور بما سمعنا من أصوات أنها أصوات تطلقات القنابل التي البنادق التي تطلق القنابل المسيلة للدموع. هذا تحليلنا للموقف، أنه لم يصب أحد، وأن إدارة السجن كانت تحاول أن توجد حالة من الضبط للسجن نتيجة الهيجان الذي حدث. إحنا لا نعرف تفاصيل السجن وكم عدد نزلائه وما نوعيتهم، نحن لا نعرف هذا، لكن يبدو لنا أن هناك من حاول أن يخرج من محبسه وحدث هرجا في ساحة السجن، وكانت إدارة السجن تحاول أن تضبط إيقاع السجن فأطلقت القنابل المسيلة للدموع، وهذه تطلق من بنادق وتحدث صوت فرقعات كالرصاص، لكننا لم نرى دما ولم نرى مصابين ولم نسمع صراخ ولا أنات مصابين، الجميع لم نسمع شيء من هذا. ولما خرجنا في تمام 12 اليوم لم نجد أحد من هؤلاء، الساحة فارغة، لا يوجد غير المجموعة التي تحاول منذ الصباح كسر الباب علينا، وقد أفلحت وكسرت الباب. فنحن الآن خارج السجن
ولا يوجد أحد إلا نحن وهذه المجموعة التي فتحت الباب تحاول الآن أن تغادر المكان، ونحن نتشاور كيف سنغادر المكان. ولم تشاهدوا لا قتلى ولا جرحى ولا أي شيء؟ لا، لم نشاهد، لا يوجد لا قتلى، لم نشاهد قتلى ولا جرحى ولا أنات، لم نشاهد هذا. ولا حتى مسؤول، ولا حتى أي مسؤول من الشرطة أو من مسؤولي السجن. لا يوجد إلا نحن الآن خارج البوابة الرئيسية للسجن، سجن 2، أمام بوابته الآن. إذن مشاهدينا الكرام، كنا في متابعة هذه المقابلة المسجلة والتي أجرتها الجزيرة يوم 30 يناير 2011 مع محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين آنذاك، وذلك بعد خروجه من سجن النطرون. مجمل ما ذكره بأنهم لم يفروا من السجن، وأن الأهالي هم من كسروا الأبواب من الخارج وأخرجوهم من هناك. على كل، معنا الآن في الاستوديو